عبد الجليل البوجدايني مشرف على الموقع يقول بأن عصام الرقاع عنده عروض من النصر السعودي. واش عصام غادي يواصل مع فريق الرجاء البيضاوي أم أنه غادي يرحل في الانتقالات الشتوية؟ لحد الآن باع عصام الرقاع مازال مع الرجاء البيضاوي. كانوا عند عروض يعني في بداية الموسم، اختاريت فريق الرجاء. الحمد لله تنظن بأنني قدمت معهم واحد الإضافة. دابا في فترة الشتوية عندي عروض مي أنا ما قدرش يعني نتكلم عليها، والا كاين مدير اعمالي هو اللي تيتكلم على هذه المسائل هذه. فتبقى عندي انا جمهور الرجاء البيضاوي اكبر من الماديات ولا من فرق اخرى. فانا الان فالتفكير ديالي منصب مع فريق الرجاء البيضاوي والمباريات ديالو مع فريق المنتخب الوطني. نعم.